على هذه نماذج جبناها على اساس ان نبسط الزراعه المائيه. نعم. الزراعه المائيه تدوير حجم ميكانيكيه، الان كيف نمسك الزرعه، كيف نمسك الشكله لما تطلع من مكانها، وتدوير الماء من الخزان الى النبات ويرجع مره اخرى الى الخزان. هذا الخزان الحين تبع المشروع، اي تبع هذا. هذا يكون فيه طرمبه ويكون يضخ خالمال للدور العلوي وينزل اسفل. هذه الان اخترت لك نباتات، احنا علينا خفت من الهواء فما استطعت ان اجيب نباتات كبيره وتحتاج تعليق وكذا، اخترت نباتات صغيره حتى تكون قابله للشرح. الان اسهل نموذج حتى تفهم الزراعه المائيه، تعال معي. طيب احنا لو بس يصير وجهك من هنا ابو ابراهيم، تفضل تعال. من هنا الان عندي خزان فيه محلول، فيه ماء وغذاء في نفس الوقت، السماد مع الماء، مضخة. شلون حط السماد مع الماء؟ الأسمدة معدنية، عندنا جداول معينة كم يحتاج النبات من كمية أسمدة تضاف إلى الماء. المضخة تضخ الماء لبداية الحوض، هذا الماء لو منها طالع. أيوه ها شايف المطالع لبداية الحوض، يبي يمر على جذور النباتات كلها، ولكنه اكثر من حاجه نبات، يرجع يصب الخزان مره اخرى. وهذا قلت لي حجر بركاني، هذا ما هذا حجر بركاني، هذا مهمته فقط يجلس على الجذور ويساعدني بتوزيع الماء، ما منه اي فائده. لا ضيف شرف، ضيف شرف هذا، هو وضيف شرف محبوب جميل بعد عمره مئات السنوات. طيب ابو ابراهيم اقدر ازرع بورقيات ذا؟ تزرع، انا حطيت ورود الان، حطيت جماليات حلو، لكن تزرع اي ورقيات فيه، ما تزرع الثمريات. الثمريات هي هذه الورقيات، غليظ الساق ونحيف الساق، عندك نوعين من الورقيات كلها تقدر تزرعها هنا. الحوض الواحد تقدر تجزئه، هذا كرات، بقدونس، كزبره، حسب احتياجك. ممتاز. يعني النظام حجما طولا عرضا حددوا الحيز اللي عندك بالبيت. يعني انت سالتني قبل بول الحلقه، سالتني على وانا ما عندي الا شباك او ما عندي الا مدخل بسيط، خلاص هذا اذا عندك مدخل بسيط هذا كافي، هذا ممتاز. لا في مضاعفات، اعتبرها هذه اليونت، هذه البلكه، هذه الوحده اللي احنا بنبني منها المبنى، ممكن نحطه من غرفه واحده او اربع غرف او ست غرف، ممكن تتوسع. تمام. الى ما نروح للمشاريع، هذا نفس الكلام وهذا، لكن نوعيه الاحواض اكبر، وكل حوض فيه شجره خاصه له. الأشجار الكبيرة للطماطم حتى بتطلع مترين ثلاثة متر، الفلفل تتعرض بالشكل هذا، الطماطم لو ربيتها بالطريقة العشوائية حتى هتجي على الأجناب كلها، تبي تجي حجمها كبير بالحيل، لأنها شجرة كبيرة تحتاج حجم أكبر للجذور.